السلام عليكم المتتبعين ديالنا الاعزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله وانتم كتفرجوا فيه. وقولوا لي لاباس عليكم هانيين، اش كتعاودوا؟ كل شيء مزيان؟ كي دوزتوا هذه الاجواء ديال العيد والاجواء اللي مور العيد؟ قولوا لي تبارك الله، واحد الاجواء ديال الصهد تبارك الله، تقول شهر 7 ولا شهر 8 حنايا عندنا هنايا، والله العظيم المتتبعين ديالنا الاعزاز، الى واحد تبارك الله واحد الجو ديال الصهد، واحد الجو سخون تبارك الله، واخا كاين شويه ديال الريح وداكشي، ولكن واحد الجو تبارك الله سخون هذا العام مغاير على العامات الاخرين. ومتاكده ان البحر غيكون عامر، واخا حنا ما كنمشيوش للبحر دابا، ولكن البحر هنايا راه عندنا عامر، الناس كلشي مشى للبحر لانه الحر سخون تبارك الله. واحد الجو كما قلت لكم ديال الصيف ديال شهر 8 وشهر 7 وشهر 6 حتى هو كيكون سخون. ونتمنى والله انه يكون هذا العام يكون زوين ان شاء الله، وما جا غير الاجواء الزوينه ان شاء الله مع الربيع والصيف كيجي، واحد الجو ديال الربيع وجو ديال الصيف كيجيو رائع تبارك الله. ونتمنى ان نكونوا بصحه وجيده وبسلامه ولهنا وطوله العمر يا ربي، وتحيه لكم كاملين. وقبل ما ندوزوا باش نهضروا شويه كما بعضياتنا، لاول مره كيشوف القناه ديال احلام خديجه، ما تنساونيش من الاشتراكات ديالكم، فعلوا الجرس وديروا تعليق زوين ومحفز باش انكم تشجعوني دائما نجيب لكم الجديد. واول حاجه ديروا لي لايك، الله يجازيكم بالخير، لاول حاجه كتدخلوا للفيديو ما فيها باس انكم ديروا لي واحد لايك، الله يسهل عليكم وكنشكركم كاملين. وكما كتشوفوا حنا باقي عندنا الاجواء ديال رمضان، باقي صايمين والله العظيم، دابا كنهضر معكم وانا صايمه، والله يتقبل منا جميعا يا ربي. واللي يقدر يدير شي حاجه غير يدير، زعما الصراحه الايام كتدوز بسرعه بواحد السرعه اللي ما كنحسوش بها، ومن الاحسن لازم يدير زوين، واللي عنده شي حاجه يصوم في هذا الجو ديال شوال، في هذا الشهر ديال شوال مزيان فيه الصوم، واللي يقدر يصوم ويقدر يدير شي حاجه غير يدير. المتابعين ديالي الاعزاز، وتحيه لكم كبيره وشكرا لكم كاملين، وشكرا للناس اللي كيتبعوني والناس اللي كيساعدوني والناس اللي كيساندوا هذه القناه هذه باش انها دائما تزيد للقدام. انا كنشكركم كاملين وكنشكر واحد واحد، وشكرا لكم على التعاليق ديالكم الزوينه والتعاليق ديالكم المحفزه اللي كتشجعني انني دائما نصور معكم شي حاجه اللي هي زوينه. شكرا لكم بزاف، شكرا للناس اللي كي اول مره كيدخلوا لعندي وكيخليوا واحد الاشتراك، يخليوا واحد البصمه ديالهم، شكرا لكم والله العظيم. وتحيه للناس ليكم جميعا، تحيه للناس العزاز، تحيه للناس المتتبعين ديالي في المكان خارج الوطن وداخل الوطن، كنشكركم كاملين وتحيه لكم كاملين. وقولوا لي اش كديروا في هذه الاجواء ديال شوال، الاجواء اللي كيجيو من رمضان، واش ولفتوا على الفطار ولا مازال عندكم ديك الاجواء ديال رمضان؟ صراحه الله في هذا الجو بلا ما نصوم، زعما مثلا ملي كان يفوت واحد داك الشيء ديال الجو ديال رمضان وكيفوت، راه كنوليو عندنا واحد بحال باقي شبعانين، باقي ما كيجيناش الجوع، باقي ما تعوضناش على الفطار وعلى الماكله وداك الشيء. وتحيه للناس اللي كيصوموا دائما، كنعطيهم واحد التحيه كبيره والله العظيم، لان الصوم زوين بزاف وفيه واحد الاجواء رائعه، سواء في رمضان سواء من غير رمضان خارج شهر الصيام وشهر رمضان، لان كيكون واحد الجو زوين بزاف، وواحد المائده كتكون بحال كاين رمضان. حنا كما قلت لكم المتتبعين ديالي الاعزاز، دائما كنقول لكم راه حنا ملي كنبغيو نصومو كنصومو كاملين، ما كاينش واحد اللي كيفطر واحد صايم، وكتبقى عندنا الطبله بحال اللي احنا عندنا رمضان نيشان المتتبعين. داكشي اللي كنا كنحطوه في رمضان هو اللي كنحطوه دابا هكا في الصيام ديالنا هكا العادي اللي كنصومو حنايا. شوال ضروري كما قلت لكم، ضروري كنصومو شوال، وكنصومو اللي عنده شي حاجه شي دين ولا شي حاجه راه كنصوموه حتى كنسالي وكل شيء. وعاود كيولي عندنا واحد النهار ديال العيد، واللي سالا كاين اللي كيسالي قبل، كاين اللي كيبقى معطل، وهادشي اللي كاين المتتبعين، هادو هما الاجواء ديالنا. وتحيه لكم كبيره، وبغيت نصور معكم ولكن راه باقي عندنا الاجواء ديال رمضان صراحه الله. ونتمنى انني نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم، وكنشكر كاع اي واحد اللي خلى لي شي تعليق، الله يجازيكم بالخير، وزيدوا دعموا هذه القناه بالاشتراكات ديالكم وفعلوا الجرس باش اي حاجه درتها جديده توصل لكم. وتحيه كبيره واحد التحيه لواحد الناس تحيه محبوبه تي في، كنسلم عليكم من هنايا وكنقول لكم عواشركم مبروكه، ونتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وشفناكم غاديين عند بو حميد اللي كان مريض مسكين، الله يشافيه ويعافيه وعلى سلامته الحمد لله. كما شفناكم في الفيديو راكم غاديين ومخلوعين، وصراحه هذه العائله اللي كتصاب في الحزه وفي الفرح وفي القرح كما كنقولوا، ماشي العائله كتكون غير فوق الفرح وفوق الشده، ما تكونش هذه ماشي عائله، ولكن العائله اللي كتكون في السراء والضراء
وكنقول لكم الله يبعد عليكم ولاد الحرام، والله يخليكم دائما مجموعين مع العائله ديالكم سواء العائله الصغيره ولا العائله الكبيره، وتحيه لكم كبيره. وكما قال خويا حسن صراحه الله راه ما كاينش شي بلا شي عائله اللي ما كيوقعش فيها شي مناقشه ولا شي خصام ضروري ما كيكون، ولكن من بعده كيجي واحد الصلح ضروري. يكذب عليكم الكذاب اللي يقول انا عمري ما دابس مع خويا ولا عمري ما دابس مع اختي ولا عمري ما دابس مع عمي ولا عمري ما دابس مع خالتي، هذا راه غير كيكذب عليكم. ولكن كيكون واحد الخصام، ولكن من بعده راه كيجي الصلح وكيجي وكيرجع المياه لمجاريها كما كنقولوا. ولكن الناس اللي ما عندهم حتى حتى علاقه وبعيدين على الموضوع بعيدين على العائله وكيبقاو غير يهضروا وغير الهضره غير كيبغوا هكا، المهم كيبغوا الا كان عندهم شي قناه كيبغيو يطلعوها ولا كان شي واحد كومونتير الكومونتيرات السلبيين حتى هما كيبقاو غير بلا كيهضروا، ولكن ما عارفش الحقيقه ديال هذوك الناس ولا اي ناس. المهم اي تعليق كتبتوه في اي قناه راه ما كنعرفوش الحقيقه ديال مول القناه مول المحتوى في الواقع، كتشوفوا غير الفيديو وكتقولوا ربما راه هما هكا دايرين، ولكن راه كاين شي حاجه اللي ما كتكونش بصح، راه ما كتكونش في الواقع. مثلا شحال من واحد كيقول الحسن راه كنت ما كتعاملش مع حفصه مزيان، ولكن راكم ما كتشوفوش الواقع المتتبعين الاعزاز، راه خصكم الا ما عشتوش مع الناس راكم ما كتعرفوش انهم كيفاش عايشين في الاصل ديالهم. احنا اللي عشنا معاهم، ولكن كنشوفوا الحسن كيتعامل مع حفصه واحد المعامله اللي هي زوينه بزاف، وصراحه كلهم كل واحد في العائله ديال محبوبه كل واحد كيتعامل مع مراته مزيان وكيتعامل معاها احسن المعامله، ولكن الناس كيشوفوا واحد الجانب اللي كيكون مثلا كيصوروا ولا شي حاجه كيدي على داك التصوير وداك الشيء، راه ما ديوش على الفيديوهات المتتبعين. راه محبوبه تي في راه كلهم كيبغيو عيالاتهم صراحه الله، ويعطيكم قدوه با محمد مع ام حليمه راهم هكا كما دايرين كما كتشوفوا تبارك الله، واخا دوزوا مع بعضياتهم واحد المده اللي هي طويله والله يطول لهم والله يطول لهم في العمر، ولكن كتشوفوا واحد العلاقه اللي باقا عندهم قويه مع بعضياتهم. راه هكا دايرين العائله هذا اولاد محبوبه تي في مع العرايس ديالهم ولا مع العيالات ديالهم، راه معامله حسنه مع بعضياتهم. ما تبقاش تعلقوا بزاف تعلق على حسنه على حسنه على الحسن وحفصه، لانهم واحد التعلق عندهم قويه بزاف وكيبغوا بعضياتهم بلا ما تبقى ديروا داك التعليق السلبيه راني كنقراهم صراحه الله. راه العلاقه الفيديو راه ما عنده حتى علاقه مع الواقع، لانهم الواقع هما ناس متفاهمين مع بعضياتهم كاملين صراحه، واحد العلاقه اللي عندهم مع بعضياتهم لا مع العائله ولا مع العريسات ولا مع عجوزتهم كما كنقولوا، راهم واحد العلاقه قويه واحد العلاقه اللي هي زوينه بزاف ومبنيه على الاحترام ومبنيه على الحب مع بعضياتهم بلا ما تقدروا ديك التعاليق السلبيه ديالكم، لانهم واحد ما كيعيش مع واحد الناس وكيبقى غير كيقول راه ما عنده حتى علاقه في الواقع، وهما ناس مزيانين صراحه الله، والمعامله ديالهم كيتعاملوا مع الناس مزيان وكيتعاملوا مع بعضياتهم حتى هما مزيان. وانا ماشي غير وصف وغير كنقول راه حنا عشنا معاهم وشفناهم صراحه الله، راه واخا تعيش مع بنادم غير نهار كتعرفوا كي داير وكما كتشوفوا كيتصرفوا مع الناس مزيان، كيفاش ما غيتصرفوش مع في الدار ما غاديش يكونوا مزيانين. وهما في الفيديوهات كما كيبانوا راه هما في الصراحه هكا في الواقع، غير نتوما داك التعليق اللي كتعلقوا بزاف على حسنة ولا حسن سمحوا لي المتتبعين مع حفصه والحسن، راهم ما عندهم حتى علاقه مع التعليق اللي كتكتبوا الصراحه، راهم هما متفاهمين مع بعضياتهم وكيبغيو بعضياتهم واحد العلاقه عندهم قويه. ونتمنى انكم ما تبقاش تكتبوا داك التعليق اللي ما زويناش، وهادشي اللي كنقول لكم المتتبعين ديالي، وشكرا لكم وشكرا لاي واحد تبعني كنشكرو بزاف، وتحيه لكم كبيره والله يشافي بو حميد مسكين والله العظيم. هما ناس مزيانين والحمد لله راه فات مرحله الخطر، وعلى سلامته وعلى سلامه العائله كامله وعلى سلامه الام ديالو مي حده مسكينه راه تخلعت عليه بزاف على سلامته، والحمد لله كما كنقول المؤمن مصاب، والحمد لله هذه غير سحابه ودازت، والحمد لله دازت على خير، والحمد لله الله يشافي اي واحد كان مريض الله يشافيه ويعافيه، واللي مات الله يرحمه ويوسع عليه بالرحمه والمغفره، واللي باقي في قيد الحياه الله يطول ليه في العمر ويعطيه الصحه والسلامه والهنا وطول العمر، والسلامه هي اهم حاجه. وتحيه لكم كبيره وشكرا لكم بزاف، وما نطولش عليكم الفيديو، نتمنى انكم تزيدوا تشجعوا احلام خديجه، ولا راني غادي ندير واحد الحل معكم، غادي نخليكم وغادي نهاجر للديار الاوروبيه
زيدوا تبعوني نقف بلادي ولا غادي نمشي بحالاتي. تحيه لكم كبيره غير كنضحك معكم، تحيه لكم وشكرا لكم بزاف، ونتمنى انكم تزيدوا تشجعوني بالتعليق ديالكم والمشاركه ديالكم والكومنتات ديالكم زوينه، هي اللي كتزيد تشجعنا صراحه الله والمشاهده. فضلا منكم وليس امرا شاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر، الله يسهل عليكم وشكرا للناس اللي دخلوا عندي سواء جداد ولا قدام، شكرا لكم وما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، حتى نتلاقاو ان شاء الله في واحد الفيديو جديد ومع السلامه.